السلام عليكم. هذه دراسة تفصيلية تشرح أسباب الفساد. هذه الدراسة مبنية على بحث ميداني بدأ بالعراق سنة 2008 واستمر إلى 2012. الدراسة أسست من أجل إيجاد حل للفساد المستشري بالعراق، وهذه الدراسة مبنية على أساس التمعن لفساد المستشري أسبابه وإيجاد حل هالشي. هذه الدراسة تعتبر فريدة، لأنه معضلة الفساد لم يوجد إلها حل، لسبب أنه لم تدرس أسباب الفساد بالعراق ولم تحلل. مثل ما واحد عنده فيروس وما يدرس الفيروس من أجل أن يجد علاج لهذا الفيروس، ولهذا هناك أوهام كثيرة حول الإصلاح، وهناك مصطلحات مبهمة تستخدم ولا أحد يعرف أبعادها. فقررت نشر هالشرح هذا للجميع، وطبعا بسبب هذه الدراسة صمم منظومة للعقود تمنع كل الفساد المستشري من المال العام، مبنية على أساس عدم وجود أي إنسان نزيه بالعراق. الباحث اسمه مصطفى داود سلمان العمران، عراقي مغترب منذ مطلع الثمانينات، خريج الهندسة المعمارية، وعملت بالعقود ودرست دراسة ميدانية للتعاقد للعراق، وعلى ضوء هذه الدراسة طورت أنظمة لمكافحة الفساد ولغسيل الأموال ومنع الإجحاف بحق المال العام بالعراق. هذا الحل بني على أساس الطعن بنزاهة الجميع. الآن من أجل أن نبدأ في قضية تحليل الفساد، يتوجب علينا أن نفهم وندرك النظام الإداري اللي ورثناه الآن بالعراق. الدولة الحديثة العراقية أسست من قبل الانتداب البريطاني. البريطانيين أسسوا أساس الدولة وأنظمتها اللي وجدت في بعد 1920. هذه الدولة الحديثة لم يتغير في أنظمتها نحو الأفضل منذ تأسيسها، بسبب أنه الانقلابات العسكرية اللي صارت من سنة 58 إلى حد 2003، هذه الأنظمة عبارة عن أنظمة عسكرية، اللي سوتها ما طورت بهذه الأنظمة الإدارية، بل خففت من حدتها وصار تمويع لأساس هذه الأنظمة بدل مما تتطور. ولهذا نشوف في زمن الملكية وفي زمن الستينات والسبعينات الأنظمة كانت أفضل مما كانت بالثمانينات والتسعينات، يعني كل سنة دا تسوء الأنظمة، لسبب أنه هذه الأنظمة القديمة سوأت. إضافة إلى هالشيء أنه العراق يعاني من معضلة أنه الدستور مالته كان دستور مؤقت، فيعني كل الثورات اللي صارت من ثورة 58 إلى 63 اللي هي 5 سنين استخدمت الدستور المؤقت واستمر هذا، وحتى 68 من وصل حزب البعث من 68 إلى 2003 اللي هي مدة جدا طويلة بقى الدستور هو دستور مؤقت. وهذا ينطي انطباع على كيفية الدولة كانت مدارة بصورة مؤقتة بدون أي تخطيط، إضافة إلى هزالة الأنظمة الإدارية وإلى هزالة التشريع. المشرعين العراقيين ما طوروا شيء، بقى الدستور مؤقت، وهذه معضلة بالنسبة للعراق. ما يتداول الناس الآن من قضية إصلاح ومصطلحات مبهمة، أحد هذه الأصوات اللي دائما نسمعها ونسمع شعارات عنها وكيفية في يوغوسلافيا لزمه واحد جاسوس روسي ولزمه قالوا لأنت شنو كانت مهمتك، فقال أني مهمتي هي عبارة عن أن أجد شخص غير مناسب المكان الغير مناسب، من هالكلام الهراء هذا. مشكلة اللي دنعاني منها، هناك مفهوم ديدا ولك كثير من الناس اللي هو توظيف الرجل المناسب بالمكان المناسب أو الرجل النزيه بالمكان الصحيح وإلى آخره. طبعا هذا يجس، هذا المفهوم هو من المفهوم اليوتوبيا الإفلاطوني في قضية بالمجتمع المثالي
جمهورية أفلاطون، وإلا لا توجد دولة بيها الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا الشيء ما موجود أي دولة. قد يكون هناك منصبيا في أكثر الدول المتقدمة بيها رجل مناسب، لكن ليس الأنسب. وهذه شعارات تعكس قلة إدراك من المجتمع لنفسية البشر. الأنظمة الصحيحة لا تعمل على أساس توظيف الرجل النزيه، بل تعتمد على أساس تكريس وتصميم نظام إداري مبني على الطعن بنزاهة الجميع. وهذا النظام الإداري خلق وأسس ونظم من أجل أن يحافظ على نزاهة البشر لكي لا يفسد. فالآن لو أخذنا بشر وتحت هذه الأنظمة المترهلة الإدارية وضعناه في مكان مناسب، فليس بالغريب أنه هذا الرجل النزيه واللي أساسه نزيه أن يفقد نزاهته بقضية أسابيع بسبب ترهل الأنظمة وبسبب المال العام بهذا التسيب، بحيث يجعل الإنسان أن يترك مبادئه ويبدي يفكر بيكون الطمع يكون عنده. وهذا شيء طبيعي، فهذا شيء في غريزة الإنسان. ناهيك عن أنه يكون الإنسان هذا النزيه في بيئة قد يكون بيها أناس أخلاقيا غير ملتزمين ولا وطنيا، فيشوف تجاوزات من عندهم. واحد يعني إذا يحط نفسه في هذا الموقف ويقول إذا هذا المال آني ما أسرقه، هذا فلان اللي هو أخلاقيا ووطنيا غير وافي وما عنده التزام من هذه الناحية حيسرقها، فالأفضل أن آني أسرقها بدل ما هو يسرق. هذا الأساس المشكلة اللي موجودة عندنا بالعراق. قضية النظام الإداري اللي يجب أن يكون هو أنه يحافظ على سلوكية البشر ويحافظ على نزاهته. وأفضل الشواهد والبراهين اللي أقدر أستعين بها هو أنه في الأنظمة المصرفية، النظام المصرفي مبني على أساس الطعن بنزاهة الجميع. فنشوف يدخل الإنسان المودع للمال إلى المصرف، يطلب منه توقيعه، فمن يودع المال يطلب من الموظف أن ينطي توقيع أنه استلم المال. فأول شيء احنا انطعن بنزاهة صاحب المال اللي دا يدخل إلى المصرف لأن لازم يوقع. ثاني شيء انطعن بنزاهة الموظف المصرفي. الموظف المصرفي من يعطي ما بيذمته للمدير العام، المدير العام يوقع، فانطعن بنزاهة المدير. بعد هذه كلها يدخل تدقيق داخلي بنظام محاسبي، يبدي يدقق بالأرقام المصرفية الموجودة، وهذه بصورة مستمرة بكل المصارف حول العالم. هذا النظام المصرفي حيبدي يدقق في حالة وجود أي خلل بالمصرف، فطعن بنزاهة كل من هو موظف داخل البنك، وطعن بنزاهة النظام. ولهذا نرى التجاوز داخل المصارف جدا قليلة. ليش؟ لأنه النظام مؤسس على أساس الطعن بنزاهة الجميع. وهذا مثال حي. هناك أيضا الكثير من الأصوات التي تنادي بمعاقبة الفاسد كخطوة أولى لحل الفساد، وهذه في رأيي الخاص هو اعتقاد خاطئ، لأنه لا نبدأ بالمعاقبة ما لم أن نكون قد حصلنا النظام الإداري في المؤسسات الحكومية اللي تعمل يوميا وتتعامل بالمال العام. لحتى نفهم أهمية عدم الاعتماد على العامل البشري وعلى أخلاق بشر واحد.